فالموضوع اليوم مع اللايف هو ليش حياتكم ما تتغير؟ منو حياته صار لها سنين ما متغيرة؟ منو من عندكم اللي موجودين هنا؟ اوكي، ليش حياتكم ما تتغير؟ عندكم معلومات ليش الحياة باقية نفس الشيء ما تتغير؟ شنو رأيكم انتم بالموضوع؟ الحمد لله متغير الأفضل إن شاء الله دوم، وإن شاء الله كل يوم أكو تغيير الأفضل يا رب. أنا حياتي ما بيها تغيير، السبب أهلي، ماكو أي الأهل ما لهم أي سبب، بسبب التسويف هذا واحد من الأسباب. نعم، لا تذبون اللوم على تغيير حياتكم على الأهل، القرايب، المجتمع، الدولة، ما له علاقة. كل شيء انتو بايدكم تغيرون. الله الحمد لله في تغيير، الحمد لله والشكر. السبب احنا طبعا، السبب انتو، كل واحد من ايده تتغير حياته. واقولكم شغلة مهمة جدا، كل تغيير او كل شغلة تبلشوها جديدة بحياتكم، والفلوس لا حبيبتي، لا ما العلاقة. انت هسه عندك تليفون سمارت فون وعندك انترنت ومنزله أبليكيشن تيك توك وقاعده تتفرجين، معناها ما عندك فلوس؟ معناها عندك فلوس، عندك فلوس الكافيه انه تعيشين وتبلشين تغيير، صح لا؟ حتى بس تخلون عذر نفسكم حتى ما تتغيرون، هذا مو عذر ابدا. تقدرون انتو تجيبون الفلوس حتى تغيرون حياتكم. والله افضل من قبل، الحمد لله، الحمد لله في تغيير وكثير، الحمد لله والشكر، الف الحمد لله والشكر. أنا طموحة بس حياتي واقفة من أهلي وعقليتهم إنه البنية مو كل شيء تسوي. أوكي، شوفي حبيبتي، البنية مو كل شيء تسوي، شنو هو الشيء اللي هم يقبلون أنه تسوي؟ شنو هو الشيء اللي يقبلون أنه تسوي؟ هياتج داخل الإنترنت وفاتحة لايف وفاتحة تيك توك، معناها عندك إمكانية أنه تسوين الأشياء اللي تغير حياتك. تقدرين كل يوم تتعلمين شيء جديد من الدورات اللي موجودة على الانترنت، بهذا الشيء تقدرين تشتغلين على الانترنت، تقدرين تفتحين صفحة تبيعين عليها اشياء، تبيعين عليها يمكن دورات، يمكن تبيعين لوحات، يمكن تبيعين اشياء انت تسويها بايدك وانت قاعدة بالبيت، لا تطلعين ولا ابد. فاللي يريد يغير يقدر يغير. أنا طبيبة والصادقين أنه ممنوع أشتغل في أماكن معينة. أوكي، هسه لا تشتغلين بهاي الأماكن، يعني ما خلصت الحياة إذا ما اشتغلتي بهاي الأماكن، أكو غير أماكن اشتغلي بيها. يعني دائماً إلقوا حلول للأشياء، لا مثلاً من ينسد في الطريق تبقون واقفين أنتوا على هاي الباب المسدودة وخلاص إحنا حياتنا خلصت، أنا منا هاي الباب إذا ما انفتحت أنا ما أدخل، أدور على باب جديدة، أدور على باب جديدة، أني أسوي شغلات يدوية إلي. ها لقينا، كانت ضايعة ولقيناها. الشغلات اليدوية دا تسويها لنفسك، مثلاً إذا سوار البسيل سوار وصوريه طريقة حلوة ونزليه على بيج على الإنستغرام، وسوي أشياء غريبة، أشياء بها حروف مال اسم البنية حرفها ما أعرف شنو، بيعي حتى لو بأسعار رخيصة، بيعي بيعي برصيد، بيعي صح لا لا؟ لابسة لنا كوم عيون بالحرة، أنا حرة ألبس عيون الدنيا، ما لابستها على مود عيونكم، أنا لابستها على مود أنا أحب هاي الأشياء، مو على مود هاي الأفكار مال هاي عيون على مود لحد يحسدها، ما عندي هاي الأفكار الحمد لله والشكر. في ناس تحب تعيش دور الضحية للأهل، بالضبط دور الضحية لكل شيء بالحياة، للأهل وللأخ وللأخت وللأم وللأب. فاليوم احنا الموضوع مالتنا عن انه ليش مدى تتغير حياتكم. انطوني اسئلة عن موضوع تغيير الحياة، يلا اسألوني عن ليش ما تتغير حياتكم، شنو انتو برأيكم السبب اللي مخلي حياتكم ما تتغير. انا هسه افلش لكم كل الاسباب. اول خطوة للتغيير ما هي؟ يلا حلو هذا السؤال، حلو هذا السؤال، الماضي وتعلقي به. يعني انت تتوقعين، دقيقه هسه نجاوب سؤال سؤال، اكو سؤالين اكو كومنتين كلش حلوه. واحد قال انه الماضي وتعلق بالماضي هو اللي مدى يخلينا نتغير،
والثانية قال أنه شنو هي أول خطوة للتغيير، واحدة مرتبطة بالثانية، يعني ما تتغير حياتنا لأنه الحياة بالعراق روتين، ما له علاقة، ما له علاقة. أنا كنت عايشة بالعراق ترى، مو عبالكم أنا عايشة بالفضاء يعني، وما أعرف العراق شكو بي، وكنت عايشة بوقت أسوأ من هذا الوقت اللي أنتوا بيه. 2005، من 2003 إلى 2005 ما تعرفون، أنتوا بعدكم كنتوا موالدين يمكن، ما تعرفون هاي الحياة شلون كانت بذاك الوقت. ومع هذا كنا عايشين ودنشتغل ودنسوي أشياء تجنن، اللي يريد يسوي شيء يقدر يسوي. ليش الناس اللي جاء أعرفها أعرفها تعاملني على قد حاجتها، وأنه أعمل أعامل وأنا أعاملهم بكل شيء حلو. الخلل مو بيهم، الخلل بيك أنت، أنت إذا تتعامل أو أنت ما أعرف إذا تتعاملون الناس بطريقة حلوة، وهم دي يعاملوكم بطريقة أنه دي يأخذون حاجتهم منكم ويروحون. فإذا الخلل بيكم، أنه أنتم ما تتحطون حدود لتعاملهم هذا. أنا أعرف سيقولوا لي ها وعيب ونستحي، بس مثل ما هم ما يستحون أنتم هم لازم تستحون. هم ما دي يستحون من عندكم، دي يعاملوكم على معاملة مصلحة، فأنتم همين المفروض ما تستحون. أقصد إذا نطلع برا مثلا نسوي أشياء جديدة، نبطل نسوي نفس الأشياء. أخو هسه سوي أشياء جديدة، ليش تسوي نفس الأشياء؟ هاي المشكلة، شوفوا هاي المشكلة مال أنه أنا عايش بالعراق. خل أحكي لكم تفكير الشباب، أنا عايش بالعراق، إيش عندي؟ أروح شغل، أروح موظف أنا الصبح، أرجع الظهر ساعة بالثلاثة أو بالأربعة، حارة الدنيا، أتغدى وأنام، أقعد بعدين بالخمسة بالستة، وين شو أسوي؟ أروح للقهوة، أقعد بق 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 بق، أحكي دو 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 دو، لو ألعب بلاي ستيشن وأنام. وكل يوم على هذا الرنة، صح لو لا؟ ماكو أي تطوير للدماغ، ماكو أي تغيير، لأنه خلاص إلا أنا كل يوم أروح للقهوة، إلا كل يوم أنا أروح بق 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 بق، لازم؟ مو شرط، مو شرط. أنا دا أحكي على اللي حياتهم روتين، أنا ما دا أحكي على اللي يقول أنه حياتنا مو روتين، حياتك مو روتين، واو أنت واو. فهذا الروتين يتغير، بدل ما أنام الظهر هاي النوم الساعتين الثلاثة اللي هو أصلاً اليوم كله 24 ساعة، 8 ساعات نوم، إيش بقى منها؟ بقى 16 ساعة، إيش قد نقضي بالشغل مالتنا بالدوام؟ كم ساعة بالدوام؟ 8 ساعات؟ 6 ساعات؟ زين هاي إيش قد بقى؟ هاي بقت 10 ساعات، زين ساعتين النوم الظهر همينة، هاي إيش قد بقى؟ بقت 8 ساعات، 8 ساعات طبعاً 4 ساعات بالقهوة، إيش قد بقت؟ بقت 4 ساعات، هاي الأربع ساعات يا يروحون يتعاركون ويا أخته أخوه جيرانهم بالشارع، يا يروح يلعب ببجي وبلاي ستيشن، يا بق 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 بق. أنتي برأيك شلون نتغير الأفضل حبايبي؟ أنتو قلبي، كل شيء يبلش بخطوة صغيرة، خطوة صغيرة تبلشوها بتغيير تفكيركم. إذا أني أظل على نفس الشيء اللي أني ماشي عليه من أني صغير إلى هسة إلى هاي اللحظة، أني لا غيرت، لا انطيت ثقافة النفسي، لا تعلمت أشياء جديدة، لا تعلمت لغة جديدة، لا فكرت أنه أطور من شغلي على الأقل، أو أشتغل شيء خارج الوظيفة اللي أني دا أشتغل بيها، أو أبتكر فشي جديد لحياتي يغير هاي الحياة، ويمكن أفكار يمكن تساعد ناس محتاجين أنهم مساعدة. لازم الحياة روتين للناس اللي عندهم دوامات، افتهمت. والمجتمع وأهلي، ماكو شيء اسمه مجتمع وأهلي، ماكو شيء اسمه مجتمع وأهلي، أنتوا دي تحطون هاي الحدود لنفسكم. اليوم موضوعك حلو، الحمد لله والشكر. أهم نصيحة للتعامل مع طاقة المال، خل أحكي لكم، هلا احكي لكم على طاقة المال. سمعوا، سنة 2020 بلشت طبعا ورا الكورونا، انا قلت تعرفون كان عندي شغل اللي هو محل ملابس، بعد الكورونا هيك صار الشغل اعتيادي، تعرفون يعني مو بس انا، كل الناس صار شغل شغل شغلها
صار الشغل مأساوي. زين زين، أنا هذا الشيء حاولت واشتغلت على الموضوع، واشتغلت السوشيال ميديا، واشتغلت تصاميم، واشتغلت خياطي، ما دي يصعد، مع أنه يعني كان ناجح، بس الناس ما عندها إمكانية تشتري. أوكي، فقلت خليني أشتغل على نفسي بطريقة ثانية، اللي هي واللي مراقبيك ويحاسبوك على لبسك وأكلك بهالحالة شو تسوين؟ وشو قدارة لهم بال؟ ما يراقبون، شو عليك أنت؟ هسه أنا لو هسه واحد عايش وياي بالبيت وكل شوية يقولي هاي شو لابسة؟ هاي شو ماكلة؟ أنا عاجبني، أنت شو عليك؟ شو مأثر عليك الموضوع؟ جاوبوا، طلعوا لسانكم شوية. على كل تصريح جنن، شكرا. المهم فدا أحكي لكم على موضوع طاقة المال. فقررت أنه أغير تفكيري بالمال، لأنه إحنا كنا متربين على أنه المال هو وسخ دنيا. هذا أبسط شيء، أبسط كلمة تعلمناها من إحنا صغار، الفلوس وسخ دنيا، صح؟ الفلوس، اللي عنده فلوس هذا أكيد جايبها، أكيد حرامي. اللي عنده هواية فلوس يعني الزنقين أكيد حرامي. الفقير هذا رب العالمين يحبه ومسوي فقير. هاي الفكرة اللي احنا متربين عليها طول عمرنا، صح؟ ما حد مدخل افكار بداخلنا عن المال، انه المال هو طاقة. اي شيء بهالحياة هو عبارة عن طاقة. احنا اذا نفكر انه المال هو هذا الورق اللي احنا نستعمله، فما راح يصير، ما راح يتطور تفكيرنا. واحنا دائما افكارنا عن المال ماخذيها من اهلنا شي يحجون، واهلنا ماخذيها من اهلهم، او ماخذيها مثلا من الافلام المصرية، انه يطلع لنا الزنقين دائما مجرم، يطلع لكم في يوم واحد عنده قصر وهو ادمي ابدا، ويطلعوا لكم الفقير دائما هو حباب وخوش انسان. احنا ما نقول لا هذا غلط ولا هذا غلط، بس مو معناها احنا خلاص دماغنا تبرمج على انه هذا الموضوع، موضوع الفلوس هو موضوع من الموظفين، هو موضوع وصخ، موضوع قذر، موضوع سيء، موضوع شيطاني، موضوع، بينما هي بالعكس، بينما هي لما تدخلون انتوا بطاقة المال وتعرفون قيمة الطاقة هاي، طبعا ما حد يدخلونها الا تغيرون طريقه تفكيركم. اي فشلون تغيرون طريقه تفكيركم بالمال، المال والبنون. رب العالمين بالقران الكريم ذكر المال قبل البنون، واحنا نجي نقلل من قيمه المال. يعني أكو أكثر من هاي الآية اللي هي المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني رب العالمين لو يريد يقلل من قيمة المال كان حطها من نهاية، حط البنون، الحياة، البنون، بس هو حطها أولا، صح؟ فإحنا لما نفكر بالمال كشيء عبارة أو كطاقة تغير حياتنا، شلون هذا الموضوع نوصل له؟ بأنه نشيل كل الأحكام القديمة اللي موجودة بدماغنا عن المال، نبلش نفكر بالمال وبالفلوس أنه هاي الأشياء هي فتشي لتغيير الحياة، لتحسين الحياة، لعطائنا أشياء مريحة بحياتنا. فشلون نغير نظرتنا عن المال؟ أول شيء المال هو قاضي الحاجات، أوكي. أول شيء نسوي هو أنه نشيل هاي الأفكار، نشيل أفكار أنه المال وسخ دنيا، المال إحنا إذا تجينا فلوس رأسا راح تروح، إحنا الفلوس اللي ناخذها أخاف جاية من مكان ما أعرف منين. فنبلش نغسل دماغنا أول شيء. اللي معاه قرش يسوى له قرش؟ لا، ما له علاقة.
الإنسان ما يتقيم بكمية الفلوس اللي عنده، الإنسان يتقيم بأخلاقه، بثقافته، بش قد تعبان على نفسه، مو بكمية الفلوس اللي عنده، ما له علاقة. كل هاي أحكام تعلمناها من إحنا صغار، أنه اللي عنده قرش يسوى قرش، هاي هي غسل الدماغ اللي دا نحكي عليه. هاي كلها أفكار ومعتقدات أبسط ما يقال عنها أنها بالية، فلازم تتغير. شلون تتغير؟ أول شيء تغيروا بنفسكم، أنه تحاولوا تمسحون كل هاي الأفكار اللي أنتم متعودين عليها اللي يحكوها دائما أهلكم. صعب جدا تغيري تفكيرهم. أنا حاولت معي اللي عندي أنا ما أعرف أغير تفكير أحد. محمد شوف، أنا بطلت أغير تفكير أحد، ما لي علاقة بأفكار الناس، ولا لي علاقة بأنه كل واحد شنو قناعاته وشنو معتقداته وشنو هو اللي يريد يسوي بحياته. أنا أسوي الشيء اللي أنا أشوفه صح، اللي يريد يتعلم من عندي خلي يتعلم، اللي يريد يستفيد من أفكاري ويطبقها بطريقة ثانية فهنيئا عليه. ست أني ربة منزل وزوجي على قد حالة، شلون أغير؟ شوفي حبيبتي، هسا أنتي، أنا دائما أبلش من الشيء اللي هسا أنتوا موجودين به. هسا أنتي شو تسوين؟ هسا أنتي مو فاتحة إنترنت ودا تشوفين تيك توك؟ هذا الشيء تقدرين تشتغلين عليه، هذا الشيء تقدرين تستفيدين منه. مثل ما عندك فلوس دفعتيها اشتركتي انترنت، عندك فلوس دفعتيها اشتريتي تليفون سمارت فون منزله بي ابلكيشن اللي هو التيك توك، معناها انت عندك امكانيه. شوفوا اقولكم دائما اني اقول هاي الحكايه، اللي مختار هسه بهذا الزمن انه ما يتعلم اشياء جديده ويبقى بطريقة حياة نفسها، فهذا هو خياره أنه يبقى جاهل، خياره أنه يبقى على نفس الحياة اللي هو عايشها. هاي الإنترنت بكل شيء اللي تريدوه، حتى دكاترة تقدرون تصيرون. الدراسة مالتي أنا التغذية العلاجية تقدرون تلقون الكومة، تدرون إيش قد حكوا وياي ناس من أنا من البيت يجون علي على الإنستغرام، انطينا دورة مال تغذية علاجية نريد نتعلم، عجبنا هذا الشغل مالتك. انطيهم دورات موجودة اونلاين، واكو مجانية واكو بفلوس. انا بالنسبة لي اذا اريد ادخل اي دورة اونلاين فادخلها بفلوس، مستحيل ادخل دورة مجانية. ليش؟ لانه طاقة المجاني ما تنطيكم قيمة الشيء اللي الكارما مالتها مو قوية. مو دكاترة، لا اكو دكاترة يدرسون اونلاين، اكو دكاترة يدرسون اونلاين، وأكد أتحداكم أكو دراسة أونلاين، كل شيء موجود. بس أكيد يروحون لازم يمتحنون، يعني أكو دكاترة مثلا دكاترة نفسيين، مو شرط يعني دكتور يكون جراح، طبيب نفسي يقدر يدخل دراسة مالته أونلاين. أنت هواي غيرت من حياتي، الحمد لله والشكر حبيبتي، الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر. شوفوا حبايبي، يعني هسه أنا مجرد دا أنزل لكم فيديوهات ودا أحكي لكم عن حياة صحية ودا أحكي لكم عن تغييرات تسووها بسيطة بحياتكم. اللي يريد يستفيد دا يستفيد ودا تتغير حياته، والدليل أنا كل يوم دا أنزل صور مع المتابعات، لا داخلين دورة وياي ولا أنا متابعتهم ولا حتى سائليني سؤال واحد، بس مثلا صار لهم 6 شهور دي يتابعوني ومتبعين بس مجرد النصائح. هاي باعوا، شوفوا الفرق. تقولي بس مجرد تابعتك وقمت أسوي نفس الأكل اللي أنت تاكلي وأسمع النصائح مالتك، تغيرت، لأنه هي تريد تتغير. فاللي يجي يتعذر أنه أني ما عندي إمكانية أتغير، وأني زوجي ما يقبل، وأني أهلي ما يقبلون، هو دي يحط أعذار، دي يحط شي يسموها عودان بالدائرة اللي تفتر حتى ما تفتر. أعتقد إذا الواحد يكون حر عايش وحده، لا مو شرط. الحمد لله قدرت أغير من حياتي، فقط نزلت وزن حوالي 5، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 25 كيلو إنجاز. أنت سوي احتفال هسه، بس مو احتفال تروحي تاكلين، لا لا احتفال روحي قمزي. فاللي يريد يتغير، عاوز أعمل دورة أخصائية تغذية من فضلك. يعني دينا سمير حبيبتي، يعني تريدين الدرسين
الدورة لو تريدين تسوين دورة تساعدين الناس وتنطيهم شهادات بها، بس فهميني شنو، لأنه ما واضحة. فإذا حكي لكم أنا شلون بلشت أغير فكرتي عن المال، نفس الشيء أنا هم كنت نفس هذا الأفكار اللي ها والفلوس وشي يجيبها وش قصة عبا هذا التفكير مالتنا كله، وأني منين راح أجيبها وأحنا ماكو ما أعرف شنو والناس ما تشتري كنا نفكر هيك أفكار. أول شيء سويته صدفة طبعا، شوفوا من واحد ينوي من تنوون أنه تغيرون حياتكم تقوم الأشياء تجيكم بدون ما تدرون منين، تقوم تجيكم المساعدات من رب العالمين بدون ما تعرفون منين هاي المساعدات. فاللي سويته أول شيء قلت لكم أنه أنتم من التنوون ولكل امرئ ما نوى، أوكي؟ أنتم شنويتوا؟ نويتوا تغيرون حياتكم؟ راح تقوم الأشياء تتغير وتجيكم شغلات يعني بالضبط بالضبط رب العالمين يجيب لكم أشياء يحطها قدامكم أنتوا لو تستفيدون منها لو تروح. الذكي هو اللي يستفيد من الفرصة أو مو فرصة، الأشياء هيجي تجيكم، تجي ناس يمكن شخص يجي لحياتكم، بنية، صديقة، أحد تتعرفون عليه يحكي لكم حكاية، يعلمكم شغلة، يكون رب العالمين دازلكم هذا الشخص حتى يغير حياتكم. وبالضبط أنا هيك صار وياي. أهلاً وسهلاً، هلا فاللي صار وياي أنه أنا بس نويت أنه أغير طريقة نظرتي للمال. أنا وين هذا ماتي؟ هاي أوكي. فنويت هذا الشيء، بس فكرت هاي الفكرة رأساً شفت فتحت على الإنستغرام طلع لي فد وحدة تحكي عن هذا الموضوع، عندها دورة، مو دورة، عندها جروب، الجروب مالتها على التليجرام، بس هيك جروب مجاني يعني. فأني ما أعرف يعني بهاي المواضيع، ولا عمري حتى داخل التليجرام ولا أعرف هاي الأشياء كلها. فدخلت للجروب مالتها، دخلت شفت أنه دي يحكون بشغلة المال وشغلة أنه التوكيدات وشغلة ما أعرف شنو. أول مرة بحياتي دا أسمع بهاي الأشياء، فعجبني الموضوع. فشفت أنه حاطين أكو فتشي مثل توكيدات من 5 جمل، 5 جمل قصيرة. فكاتبين أنه هاي التوكيدات، هي شنو التوكيدات؟ هي ليش واحد يقول توكيدات يبلش بيها؟ لأنه هاي بالضبط كأنه عملية غسل للدماغ التوكيدات. يعني شلون أنه واحد دي يتعلم لغة جديدة، فشلون يتعلم اللغة؟ بأنه يظل يكرر الشيء اللي الجمل اللي يحتاج يتعلمها. نفس الشيء هذا الموضوع، موضوع تغيير الأفكار وتغيير الطاقة اللي موجودة بدماغنا. فاللي يصير لما نسوي التوكيدات يصير غسل لأفكارنا. فأول شغلة بلشت بيها اتعلموا هذا الموضوع، لأنه تأثيره جديات يعني تتغير حياتكم. طول ما أنتوا تنمون فرب العالمين راح يوقف وياكم، راح يمشيكم الطريق، ما صدقوا. طيب سأميت كم كتاب قرأتي عن المال؟ خلينا نقول 2 كتاب مقارية هواية عن المال، لأنه ما أخذ دورات أنا عن المال. أخذت دورة كلش طويلة اسمها الوفرة والثراء. فأول شيء بلشت بي أنا بهذا طريق تغيير طاقة المال هو التوكيدات. من مجرب يكتب توكيدات؟ كتبولي، خل أشوف من يعرف شنو هي التوكيدات، ومن مجرب يكتبها، ومنو أثرت على حياته هالموضوع. جربت بس مو كتابة، قد ما تكون تكرار كلام لعقلي الباطني. ما أفضل مجرد بس نحكي ويا نفسنا. أنا أفضل أنه تكتبون. الكتابة طاقتها، طاقة الإيد والقلم والورقة، تختلف عن طاقة الكلام ويا نفسنا. أنا أكتب توكيدات عن الدراسة. حلو كوثر كوين، حلو حبيبتي. التوكيدات لرفع الاستحقاق، مضبوط. زين، خل أقول لكم شنو يعني التوكيدات. التوكيدات يعني هي جمل بسيطة مؤثرة نكتبها عدة مرات. أكو ناس يقولون تكتبوها 7 مرات باليوم. مثلا خل نقول مثلا أنا هنا 1 2 3 4 5 جمل
أنا الحمد لله خلال سنة ونص تغيرت من شخص وزنه 115 وما عندي دخل إلى وزن 73 وست مصادر دخل. ما شاء الله ما شاء الله التغييرات الجبارة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بالضبط الشيء تتمني مو الشيء اللي تتمني، يعني الشيء اللي تنوين عليه. أكو فرق بين الأمنية والنية. شنو تكتبون؟ يلا هسه نكتب. شنو تكتبون؟ زين التوكيدات بشكل عام هي جمل قصيرة تحتوي على فكرة معينة. هاي الفكرة عن مثلا هسه أنا هنا اللي داش أريد أشوفكم إياها هي عن الثراء. شلون نغير فكرتنا عن المال وعن الوفرة والثراء. أوكي؟ فهذا الموضوع ما يتغير، ما تتغير فكرتنا ولا تتغير علاقتنا ويا المال إذا مو نغير أفكارنا ونظرتنا لهذا الشيء. والله كل واحد ينخلق رزقه ويا قليل أو كثير. حبيبتي عمري أنا حكيت هذا الموضوع هذاك اليوم، أرجع أحكي مرة ثانية. مال هاي فكرة أنه إحنا رب العالمين نعطينا رزق بس هالقد وغيري نعطيه رزق هالقد، لا كل الناس نعطيهم نفس الرزق، بس أكو ناس عندها هذا الطريق، أكو ناس تمشي بهذا الطريق وبعدين تلقي طريق ثاني ومنها طريق توصل يعني هذا الطريق، أكو منها يمنى ويسرى اختاروا ويروحون على اليمين، شافوا هذا اليمين ما فادهم راح يروحون إلى اليسار، شافوا هذا اليسار فادهم يمشون بعد باليسار. بس اكو ناس اللي يقولون احنا رزقنا بس هالقد رب العالمين نعطينا بس هاي بس هاي الفتفوته هاي، معناها هم خلاص مشوا بهذا الطريق ووقفوا هنا بعد ما يحاولون يغيرون اي شيء. خلاص انا هاي رب العالمين نطاني هذا الرزق، اسمع الحمد مره طبعا انا رب العالمين نطاني هذا الرزق وبس هذا بس على قدي هالقد. لا رب العالمين نطاك رزق نفس رزق اي مليونير واي ملياردير بالعالم، بس هم مشوا بالطريق انت ظليتي واقفه بهذا الطريق مالتك. فهاي هاي اول الافكار اللي لازم تغيروها. اول فكره لازم تغيروها انه رب العالمين نطل كل واحد رزق على قد، لا رب العالمين نطل كل الناس نفس الارزاق ونفس الكميه من الذكاء ونفس العقل ونفس الايد والرجل بس احنا اللي نختار كبشر نختار نمشي بطرق هو خلينا اياها خيارات، واحنا وين نختار شوين نروح. اي فالتوكيدات خل اشوفكم اني اول توكيدات كتبتها بحياتي يا سنة 2020 بالضبط. اني شو وقت بلشت اكتب هاي التوكيدات؟ كان شهر العاشر يمكن 2020. أوكي بلشت أغير طريقة تفكيري شو وقت؟ سنة 2020 نهايتها بالضبط نهاية 2020 بلشت أشتغل على نفسي، بس نويت أنه أغير طريقة تفكيري عن المال. رأساً إجاني فتشي قدامي فد جروب دورة دخلت مثل دورة هيتشي فتشي ما أعرف شون ما أدري شون أصلاً دست على الرابط ودخلت لهذا المكان. كلها هاي تدبير من رب العالمين. ليش؟ لأنه أنا نويت أنه أغير. المهم فأول توكيدات كتبتها وتعلمت أنه التوكيدات راح تغير طريقة تفكيري. ما كنت أعرف يعني لهالدرجة راح أنه تأثر هاي الموضوع، بس الحمد لله والشكر بلشت أول خطوة بطريق تغيير نظرتي عن المال. شنو راح يجوز لمحمدي؟ شنو هي الخطوة الأولى؟ كان الموضوع أنه نكتب كل واحد يكتب توكيدات، خمس توكيدات هي كل يعني خمس هذول خمس جمل نكتبها كل خمس جمل نكتبها 21 مرة باليوم. 21 مرة باليوم هاي كلها هاي تغيير لبرمجة الدماغ. فهاي كلها تغيير لبرمجة الدماغ. 21 مرة في خمس جمل ايش قد تصير باليوم الواحد هذا؟ ها فخل اقولكم كتبوها يمكم هاي التوكيدات اللي انا كنت كاتبتها اول مرة بحياتي، لانه يعني تأثيرها ما شاء الله. بس اقولكم ايش صار بعدين وراها.
شوفوا شقد شوفوا شقد اني كاتبه. شوفوا 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 هاي طبعا دا اقلب 10 صفحات. شوفوا شوفوا شقد كاتبه اني حتى تعرفون اذا واحد يريد يغير حياته ويغير طريقه تفكيره شقد لازم يتعب على نفسه. التغيير مو سهل، يراد تعب وعمل وضيم وقهر. وانتوا ليش تفكرون بالتغيير بهاي الطريقة؟ ليش تفكرون بالتغيير انه تعب وعمل وقهر؟ ليش ما تبلشون خطوة اولى؟ هاي التوكيدات، يلا التوكيدات اسمعوا كتبوها، يلا يلا ورقه وقلم ورقه وقلم، منو جاب ورقه وقلم؟ يلا يلا كتبوا، لانه هاي التوكيدات قوية جدا. يلا هاي مجرد يعني هذول الخبراء مال علم الطاقة وخبراء بالتفكير وطريقة التفكير اكتشفوا انه الانسان يحتاج 21 يوم او رقم 21 بالتكرار حتى تتغير طريقة تفكيره وتتغير الاشياء اللي متعود عليها. اوكي، الموضوع عن شلون نغير حياتنا وشلون يصير عندنا طاقة مال صحيحة. ايش راح الطريقة؟ يلا اوكي، جبتوا ورقة وقلم؟ يلا كتبوا هاي التوكيدات وطبقوها مثل ما أنا طبقتها، وإن شاء الله راح تستفيدون أحسن بعد من عندي. أوكي؟ يلا كتبوا أنا مغناطيس لجذب المال. يلا كتبتوا؟ يلا هسه أسوي لكم دورة، أسوي لكم دورة عن هذا الشيء. يلا الجملة هي أول جملة، هي 5 جمل، أكو جمل قصيرة وأكو جمل طويلة. دا ما راح تشوفوها بالسكرين شوت لانه صغيره الكتابه، ما حتشوفوها. انا مغناطيس لجذب المال، عافيه. انا مغناطيس لجذب المال، اني مغناطيس للمال. وبالضبط احنا كبشر احنا عباره عن، شايفين هذا ال شو يسموه، العمود الكبير مال الاستقبال اللي عليه اطباق اللي عليه دش كبير. احنا البشر نفس الشيء، احنا مثل هذا الطبق الكبير، نستقبل الاشياء اللي نريدها. احنا يعني مغناطيس نجذب الاشياء اللي نريدها. اول شيء انا مغناطيس لجذب المال. انا اجذب، اسمعوا انا اجذب المال لحياتي بيسر وسهولة وباحسن احتمال. يلا كتبوها، هاي طويلة الجملة. الجملة الثانية، الجملة الأولى أنا مغناطيس لجذب المال، الجملة الثانية أنا أجذب المال لحياتي بيسر وسهولة وبأحسن احتمال. أوكي؟ أنا أجذب المال إلى حياتي بيسر وسهولة وبأحسن احتمال. كتبوها، هاي الجملة الثانية. الجملة الثالثة، هاي طبعا جدا مهمة الجملة الثالثة، لانه احنا عندنا دائما احساس كبشر نغار من نشوف واحد عنده فلوس. فهاي الجملة جدا مهمة انه تغير طريقة تفكيرنا بالناس اللي عندهم فلوس، اللي هي انا ممتنة لكل اثرياء العالم. لازم تكون الجمل صغيرة وايجابية وبالوقت الحالي. بالضبط هسه ليش ممتنة لهم؟ ها، انتم من تمتنون للأثرياء كأنه انتم دا تستقبلون طاقة الثراء اللي موجودة عندهم. اوكي، اشكر الله افضل. احنا دا نشكر الله بكل ثانية، هذا الشيء واحد. احنا دا نحكي هسه على طاقة المال، شكر الله احنا هاي كل ثانيه بدماغنا موجوده. كل شويه نقول احنا ممتنين لرب العالمين على كل شيء. انا ممتن لإيلون ماسك، عاشت ايدك محمد. قصدك سحب طاقه؟ لا مو سحب طاقه، بس انت من تكونين ممتنه للاثرياء هذولا، ممتنه لانه اكو هاي الطاقه مال الفلوس عندهم، كانه نشارك بالضبط، كانه نشاركهم بما يملكون. قصد هالأثراء خلونا نغار ونشتغل على نفسنا أكثر، عشت إيدك. كلها التفسيرات صحيحة. الامتنان يزيد الرضا والراحة النفسية، عشت إيدكم. شو مرة تكتبوا؟ هسه أقول خلينا نكملهم.
أنا ممتنة لأن دخلت البث وجاء أتعلم. حبيبتي كوثر فدوى لقلبك عمري. يصير تسوون توكيدات للدراسة طبعاً. زين هسا إحنا كتبنا أول جملة أنا مغناطيس لجذب المال، ثاني جملة أنا أجذب المال لحياتي بيسر وسهولة وبأحسن احتمال، ثالث جملة لا هي خمس جمل، ثالث جملة أنا ممتنة لكل أثرياء العالم، الجملة الرابعة أنا أتقبل المال كوسيلة رائعة لأسلوب حياة متكامل. يلا كتبوها، أنا ممتنة لكل شيء جميل بحياتي. عاشت إيدك قلبي. لازم تصنفي التوكيدات عن المال وعن الحب والدراسة عشان بالضبط بالضبط. هسا هاي التوكيدات بس عن المال، هاي التوكيدات بس عن المال. أنا ممتنة لأن لدي أشياء لا يملك. بالضبط اللهش حبيت. أنا ممتنة لكل شيء بحياتي. عاشت إيدكم حبايبي. هاي النقطة الرابعة مهمة وما كنت أعرفها. هالة يلا صدق. يلا نرجع نعيد النقطة الرابعة اللي هي أنا أتقبل المال كوسيلة رائعة لأسلوب حياة متكامل، لأنه إحنا دائما نرفض المال ونحس أنه إذا أجتنا فلوس هو يا ما رح نعرف شو نسوي بيه. هذا التفكير مالتنا الغلط. هاي الرابعة. هسه نجي على الخامسة، أنا أتقبل المال لمستقبل جميل. عاشت إيدكم حبيبتي ميرا، عاشت إيدك. أنا ممتنة لكل أثرياء العالم. عاشت إيدكم حبايبي. زين آخر جملة، الجملة الخامسة هي كل شيء ألمسه يعود لي بالوفرة. تكت حلو، كل شيء ألزمه يرجع لي بوفرة. كل شيء ألزمه، ألزم التليفون يجي علي وفرة من التليفون، ألزم الأكل تحسون الأكل يزيد عبالك. يلا كتبوا هاي همينة. تخصصي أني تغذية علاجية بس دارسة طاقة همينة، ما لي علاقة، هاي مجرد رسمة، ما أؤمن بأنه هاي حتأثر علي. أنا أتقبل المال لأصنع مستقبل جميل للعالم. واو، كل شيء ألمسه يعود لي بالوفرة. كل عافية ميرا، ميرا تكتبها بالضبط، كل شيء ألمسه يعود. عاشت إيدك حبيبتي، عاشت يعني إيدي بركة عافية. شو حلوة هالكلمة، إيدنا بركة تصير. بالضبط. ليش نقول هيجي حبايبي؟ أنت إذا ما داخلة من اللايف من البداية فإحنا دا نحكي هسا عن طاقة المال وشون نغير حياتنا ونغير تفكيرنا عن المال. راحت من عندي، جيت بث متأخر. يلا هسا نعيدها كلها حبايبي. سبحان الله، أمي ظهر سألتني على جذب المال وهسا أنت علمتيني. ذني حبيبتي أنت آية، لأنه أنت نويتي هذا الموضوع وحطيتي ببالج، فيقوم الأشياء هيك تجي بدون ما تدرين. ودا أقولكم أنا هذا الموضوع أنا ما كنت أعرفه شنو هو أصلاً، ولا بحياتي سامعة عن موضوع الطاقة والمال والتوكيد، ما أعرفها. بس نويت أنه أغير من حياتي، نويت أنه يكون إلي دخل جيد، لأنه خسرت خسائر لو أحكي لكم إيش قد تنصدمون بالمحل. فمن نويت أنا هذا الموضوع بلش رب العالمين كل يوم يجيب لي فد مسج يجنن. لكم مدة هسه اقول لكم ايش قد لازم تسووها الهاية. زين هسه نرجع اعيد لكم الجمل كلها من البداية. انا نويت اغير حياتي، اجاني مشروع. مليون بالمية، مليون. بس تنوون، ولكل امرئ ما نوى وانما اعمالكم بالنيات. يلا نرجع نعيد الجمل، خمستها خمس جمل كتبوها. انا نويت اغير حياتي للافضل بك. الله الله، أنا مو من ذول الناس حبيبتي اللي يدخلون تحديات ويقعدون يقدون، أنا مو من هذول الناس مع الأسف، بعيدة عن هذا الموضوع. طاقة فقر، هاي طاقة فقر. الناس لما يقعدون يقدون ويستجدون الهدايا هاي طاقة فقر اسمها. يلا خلينا نعيد حبايبي. أول جملة أنا مغناطيس لجذب المال. الجملة الأولى أنا مغناطيس لجذب المال. يلا أنا مغناطيس لجذب المال، هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية أنا أجذب المال لحياتي بيسر وسهولة وبأحسن احتمال. أنا ممتن أو ممتنة لكل أثرياء العالم. أنا أتقبل المال كوسيلة رائعة
لأسلوب حياة متكامل. الجملة الأخيرة، كل شيء ألمسه يعود علي بالوفرة. هاي الجمل الخمسة تحاولون قدر الإمكان تكتبوها كل يوم، كل يوم تكتبوها 21 مرة. إيش اسم هذا العلم؟ علم الطاقة حبيبتي. الجملة الأولى كتبي رقم 1، أنا مغناطيس لجذب المال. أنا مغناطيس لجذب المال، كتبتيها ميرا؟ شوفوا حبايبي، ده تشوفون؟ مدى تبين؟ هاي الخمس جمل، هياتها خمس جمل، أكتبها مقطع، أكتب رقم 1، نفسها الجمل أكتبها رقم 2، رقم 3، 4، 5، 6، 21 مرة. أوكي؟ عيني ليش تدمع؟ عندي قناة على اليوتيوب، كل يوم تكتبوها لمدة 21 يوم، لمدة 21 يوم تكتبوها. أوكي؟ كلهم سوى، يعني هي خمس جمل تكتبوها سوى، رقم 1 ترجعون تكتبون رقم 2، الخمس جمل تكتبوها سوى، تكتبوها 21 يوم. هاكم شوفوا، هذا أني هذا اليوم الثاني، هذا يوم 14. شوفوا الكتابة، بلشت أتعب من الكتابة. يوم 19، هذا يوم 21، باعوا هاي 21، هياته 21 يوم أنا كاتبة، كل يوم 21 مرة أكتب، يعني كل يوم أحتاج 3 صفحات، 1، 2، 3 صفحات، كل يوم أكتب 3 صفحات. سوي دورة عن علم الطاقة بنشارك فيها إن شاء الله، والله مخططة أنا لهذا الموضوع، بس بعد هسه لأنه هسه دا أسوي، دا أغير بالدورات اللي عندي، فش دا أشتغل عليها، خل أخلص وإن شاء الله. خمس جمل، خمس مرات، لا مو خمس مرات، لا نضال، خمس جمل تكتبوها 21 مرة لمدة 21 يوم، بأي وقت، بأي وقت بتريدون. أنا كنت أقسمها يعني مثلاً الصبح أول ما أقعد من النوم أكتب صفحة، وبعدين الظهر أنا شنو مسوية منبه بالتليفون مالتي، الصبح من أقعد أكتب شكيت مثلاً 8 جمل 8 مرات، الظهر أحط منبه مثلاً ساعة بالثنتين 3 أكتب 8 غيرها يصير 16، شكيت يبقى 7، تكتبوها بالليل قبل ما تنامون 7 مرات. أوكي، لازم إحساس ومشاعر، يفضل يفضل طبعا يفضل. هسا أنا حعيد لكم الجمل وبعدين أحكي لكم أنا إيش صار وياي من سويت هذا الشيء. أوكي، لازم 21 يوم بالتسلسل، يفضل. هي ليش هذا 21 حبايبي، ليش 21؟ هذا الموضوع إلى علاقة ببرمجة دماغنا. أوكي، هذا الموضوع له علاقة ببرمجة دماغنا. إحنا الدماغ مال الإنسان يحتاج 21 يوم حتى يتغير، حتى تروح من عندنا الأفكار القديمة اللي إحنا متوارثيها من أهلنا، ماخذيها من المسلسلات، ماخذيها من الأفلام. فشون نغير هذا الشيء؟ بأنه نكتب توكيدات. هسا إحنا هاي توكيدات فقط عن المال، أكو توكيدات عن الصحة، أكو توكيدات عن تغيير النفسية، أكو توكيدات عن شلون نغير حياتنا، فأشكال أكو أنواع التوكيدات عن الدراسة. يصير أكتب بموبايل، أنا ما أفضل واحد يكتب بموبايل، أنا أفضل واحد يكتب بإيده، طاقة الكتابة بالإيد تختلف، الورقة والقلم طاقتها تختلف عن طاقة الموبايل. فادتني التوكيدات، هسه بدي احكي لكم، اكمل لكم القصه، خل اكمل لكم القصه شلون فادتني التوكيدات. حقول لكم اياهم من البدايه، التوكيدات كتبوهم. التوكيدات، انا مغناطيس لجذب المال، اول توكيده. التوكيده الثانيه، انا اجذب المال لحياتي بيسر وسهوله وباحسن احتمال. التوكيده الثالثه،
أنا ممتن لكل أثرياء العالم. توكيد الرابعة، أنا أتقبل المال كوسيلة رائعة لأسلوب حياة متكامل. التوكيد الخامسة، كل شيء ألمسه يعود لي بالوفرة. هاي خمس توكيدات. أوكي؟ تكتبوها هاي الخمسة، هذول الخمسة اللي حكيتهم آني هسه. كل خمس توكيدات تكتبوهم 21 مرة باليوم. حين أكتب هل أتكلم؟ تقدرون تتكلمون بصوت عالي بعد أحسن، بعد أحسنين. الرابعة، أنا أتقبل المال كوسيلة رائعة لأسلوب حياة متكامل. إحنا بدنا نحكي على تغيير التفكير، إحنا ما بدنا نحكي إنه راح نقعد نشتغل، إحنا بدنا نحكي تغيير تفكيرنا عن المال وطريقة جذب المال. هي هذول الخمس جمل تكتبوهم على شكل مقطع، مقطع مكون من خمس جمل، مرة مرتين المقطع كله تكتبوه. تغيير بيبدي من التفكير، صح؟ يا ربي أدم النعم علينا حبيبتي أنت، إن شاء الله للجميع يا ربي. الثالثة اللي هي أنا ممتن لكل أثرياء العالم. هذا علم طاقة مو علم نفس، علم طاقة. الخامسة، كل شيء ألمسه يعود لي بالوفرة. يس يس صحيح. شنو كيف يعني إذا دخلوني معاكم حبيبتي؟ إحنا نحكي عن توكيدات، توكيدات نحكي قلب. عندنا العقل اللي هو يفوق. بالضبط بالضبط والله، يعني لاعب حلقة شنونة مصباح علاء الدين، هو عقلنا اللي يعني شلون المصباح اللي نفركه ويتحقق الأمنيات، هو عقلنا هيك يسوينا. ممكن نسويهم كلهم فيديو؟ والله حبيبتي ممنوع أسويهم فيديو. ليش؟ لأنه يعني مو أكو أحد مانعني، لا لا لا، أنا ما أقبل على نفسي أنزل شيء مو مالتي، مو أنا اللي مؤلفته. أنا دخلت إلى جروب وهسا حكيت لهم، أنا فجأة نويت أنه أغير الطاقة مال مال عندي. طلع لي رأسا على ثاني يوم، طلع لي على الانستغرام فد موقع فد شيء لينك دسته وداني إلى جروب على التليجرام. هذا الجروب لقيت كاتبين بهاي التوكيدات ومكتوب كل وحدة شلون فادتها هاي التوكيدات، فاني يدخل أجرب. وفعلا وفعلا، ليش؟ لأنه نويت أنه أغير، نويت أنه أكو شيء يجيني من رب العالمين. الثانية، يلا نعيدها من البداية، يلا خلينا نعيدها من البداية. حبيبتي رازا شكرا قلبي، هسا أحكي لكم إيش صار عندي بعدها. يلا هسا أحكي لكم، أنا مغناطيس لجذب المال، الجملة الأولى. الجملة الثانية، أنا أجذب المال لحياتي بيسر وسهولة وبأحسن احتمال. أوكي؟ الجملة الثانية، أنا ممتن لكل أثرياء العالم. صار لي 3 سنين بعلم الطاقة. الجملة الرابعة، أنا أتقبل المال كوسيلة رائعة لأسلوب حياة متكامل. بالضبط، ممكن همين ترسمون مستطيلات. أنا أرقم بصراحة، يعني حتى ما أنسى أحط أرقام على الورقة، أحط 1 2 3 4 5 مثلا. هاي الدفتر الكبير يوسع 8 مقاطع. حبايبي ما أقدر أسوي هالفيديو، عمري أنتو لا حبيبتي التوكيدات تشتغل اللي يفكر صح. بالضبط، ليه هسه كتبتيها 5 مرات؟ عجديدك هباوي. عجديدك زين. كيف أخلي عندي مصدر دخل؟ أريد أعتمد على نفسي. إحنا جدا نحكي حبيبتي العد، هسه محمد دي يقول عنده 6 مصادر دخل، قبل سنة كان ما عنده مصدر دخل وكان وزنه 115، اشتغل على نفسه سواله 6 مصادر دخل ووزنه صار 78، من 115 إلى 78. ليش؟ لأنه نوى يغير حياته. صرتي غنية؟ الحمد لله والشكر، نعمة من رب العالمين. الفلوس الآلاف اللي خسرتها بلشت ترجع لي، الحمد لله والشكر.
لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بالضبط، نبدأ بنفسنا. عاشت إيدك. أكو هواية شغلات أريد أغيرها، منين أبلش؟ من أسهل شغلة تغيريها، يعني أنت لا تخبصي نفسك أنا هذا أريد أغيره وهذا أريد. بلشي خطوة خطوة، شغلة شغلة، غيري شغلة واحدة، اشتغلي على شغلة واحدة وغيريها، من تغيريها تشتغلين على الشغلة الثانية، مو كلهم فتسوا تاخذيهم. ها أكملوا بعدين. زين هسه كتبتوا هاي، خلصتوا أنتوا 21 يوم، خل أحكي لكم أني صار وياي. أوكي، تريدون تعرفون لا ما تريدون تعرفون. شوفوا حبايبي، من تنون أنه تتغير حياتكم راح يبلش رب العالمين يجيب لكم أشياء لحياتكم أنتوا ما تتخيلوها، فلازم تستغلون هذا الشيء اللي إجاكم. ورا ما خلصت هذه 21 يوم اللي كتبت بيها هذا الموضوع، بعد ما خلصتها يعني بالضبط خلصتها منها 21 يوم، شلت الدفتر حطيته. أوكي، بعد ما خلصتها يمكن بيومين ثلاثة كنت فاتحة الانستغرام، شفت واحدة مدربة طاقة منزلة على الستوري مالتها انه هي عندها دا تسوي دورة. هاي انا قلت لكم انا بشهر 11 بلشت اشتغل على هذا الموضوع، فشفت واحدة مدربة طاقة كاتبة انه هي دا تسوي دورة، اسم الدورة دورة الوفرة والثراء. اوكي، اني طبعا وات او ماي جاد، طبعا اني بحياتي ما داخله دورات اونلاين ولا اعرف شلون هاي يسووها الدورات اونلاين، حتى هذا اللي دخلت له الجروب، جروب هو كان يجدي ينزلون بي اشياء، يعني ما اعرف دوره او ما دوره. تمام، فشفت هاي المدربه مال طاقه وحده معروفه كاتبه انه هي دا تسوي دوره مو مجانيه، طبعا الدوره بفلوس. اني صفاني قلت وات، خليني اجرب. المهم دخلت على الصفحه مالتها دا اقرا شنو هي الدوره، شنو مكونات الدوره، قريت الاشياء اللي بالدوره، حبيت الافكار اللي بيها. لا مو سمية الناصر، دخلت عندها، دخلت هسه احكي لكم عن سمية الناصر بعدين بالترتيب. زين، ف طلعت لي هاي الدوره، الشيء اللي بالضبط اني دا ادور عليه، يعني الشيء اللي دا ادور عليه. ف دا اقرأ 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 الاشياء اللي ما الدورة، واو. وحلو انه هي كانت صدفة مسوية تخفيض للدورة، لسعر الدورة. مش قد كان سعر الدورة مالتها 130 دولار، 130 دولار سعر الدورة. فاني صفنت قلت ها اوكي، واحد اذا ما ينطي ما ياخذ. رحت دفعت الفلوس مال الدورة، حولتها من وسترن يونيون. طبعا انا يوم اللي حولت الفلوس طرت من الفرحة، واو السعادة اللي اني بيها انه اني حولت فلوس مال الدورة. طبعا هي الدورة كانت تبدي يوم 25/12، اني خلصت هذا يوم هاي الامتنان، هاي يعني التوكيدات خلصتها بداية شهر 12، بداية شهر 12 يمكن اول اسبوع من 12. فهاي الدورة تبلش يوم 25/12، وأنا قعدت أنتظر على أحر من الجمر هاي الدورة. فالمهم دفعت الفلوس واشتركت بالدورة وبلشت الدورة يوم 25/12، والحمد لله والشكر كانت دورة حلوة، استفاديت منها، بها أشكال التطبيقات، أشكال التنظيفات، أشكال الأشياء والأفكار الحلوة، استفاديت منها هواية. الدورة تقريبا طولت كنت 3 أشهر أكثر، كلش طويلة كانت الدورة. أثناء ما أو مو أثناء يعني تقريبا بس خلصتها للدورة أو قبل ما أخلصها بفترة قصيرة، يعني قبل ما تخلص الدورة فترة قصيرة، صدفة أني كنت أشتغل يعني هذا الخياط وتصميم وهيك شيء. أوكي، بعد ما تخلص 21 يوم، بعد ما لا مو شرط، خلاص ما تحتاجون ترجعوا لها، أنتوا أوريدي تكونون
تكونون متغير طريقة تفكيركم، بس لازم تكملون بأشياء جديدة. يعني أنا بعد ما خلصت هاي، شوفت بعد ما خلصت 21 يوم، هاي شوفوا، بس شوفوا هاي خلصتها أنا هنا ال 21 يوم، أوكي؟ وراها رأسا كاتبة هاي مال الدورة، بداية الدورة. آخر يوم اللي هو يوم 22، هذا قلت لكم 21 يوم أنا كتبت التوكيدات. آخر يوم كان أنه أسوي قبل ما تبلش الدورة الهاية، أسوي نية، أنوي أنه أطلق النية على هاي الأشياء اللي هي الصحة الجسدية، العمل والمال، العلاقات، السفر، الصحة العقلية والنفسية، النجاح والشهرة. أوكي؟ حتى تطلقون النية مالتكم تبدون بهاي الجملة. سمعوا هاي الجملة شكت حلوة، اللي تبدون بيها إطلاق النية مالتكم. استأميت يعني التوكيدات صحيحة، أنا اشتغلت وياي لأنه أنا كنت ناويتها من كل قلبي، أنا اشتغلت وياي. خل أقولكم شنية الجملة لإطلاق النية. شكرا حبيبي، تسلمون. ثانية العبارة اللي تطلقون لها النية، شنية الأشياء اللي ممكن تطلقون لها النية؟ هي الصحة الجسدية، تطلقون نية لصحتكم الجسدية، تطلقون نية للعمل والمال، تطلقون النية للعلاقات، تطلقون النية للسفر، تطلقون النية للصحة العقلية والنفسية، تطلقون النية للنجاح والشهرة. هاي كلها جوانب لإطلاق النية. أوكي؟ فكتبوها لهاي الجوانب، هي 6 جوانب لإطلاق النية. وحتى أول ما تبلشون تطلقون النية مالتكم، شو تقولون؟ هذا كلش مهم طبعا الموضوع. أي أكو عبارات إلها طبعا، هو دا أقول لكم إياها. لإطلاق النية يجب أن نبدأ بما يلي. اسمعوا هاي الجملة شقد حلوة. أنا الآن أطلق سراح كل شخص وكل شيء يوقفني عن خلق الحياة التي أريدها، وأجذب المال والحب والوفرة التي أحتاجها الآن. لإطلاق النية، حتى تطلقون نيتكم لازم تتحررون من الأشياء القديمة اللي عندكم. النية مالتكم شو تقولون ويا نفسكم أو تكتبون؟ أنا الآن أطلق سراح كل شخص وكل شيء يوقفني عن خلق الحياة التي أريدها. هذه النوايا شنو نسوي بيها؟ حبيبتي أنت بس تنوين، بس تقررين نية معينة، رب العالمين قال لنا ولكل امرئ ما نوى. انوي مو بس تتمنين، انوي. النية الطاقة مالتها تختلف عن طاقة الأمنيات. تقوليها صوتيا، وإذا تريدين تكتبيها بعد أفضل. طبعا كل ما تكون يعني صوت وكتابة تقوين طاقة هاي الجملة. سويها مرة واحدة بكيفك حياتي. تريدين تسويها، شوفوا أكو طريقة اسمها نظرية جذب المال، هي اللي هي تتحدث عن الرقم اللي حاطته سمية الناصر باسمها، اللي هو 369، اللي هو جاي من نيكولا تسلا. تعرفون هذا الموضوع، الأرقام اللي يسموها الأرقام الكونية اللي هي 369. أنا شايفة روحي هواية، والله من حقي أشوف روحي حبيبتي، تعبانة على نفسي إلى درجة أنه دا أشوف روحي. سوي 1% من اللي أنا مسويته بحياتي وبعدين تعي قولي شايفة روحك. أوكي، كيف أتعلم علم الطاقة؟ تقدرين تدخلين دورات، ما شاء الله الدورات تارس الدنيا مال علم الطاقة. أنا بوقتها من دخلت قبل 3 سنين ما كانت أكو هالقد دورات، هسه صارت هواية.